في مرة كان بده يشتري موتورسايكل لما كان طفل قدكم، قد الصغار منكم. ما قلت له لا، قعدنا سنة كاملة في جلسات حوار. قال له اقنعني. ما اقنعتني لسه. واستمرينا في عملية الاقناع إلى أن أحد أصدقائه توفي في حادث على موتورسايكل. فانقضى على موضوع الموتورسايكل. ولم أعطي أمر، أمه تقول لي طب يا أخي خلصنا. قل له انه لا وخلص. لا ما بقول له لا، انا اريد ان يتخذ هو القرار. وكان اسلوبي دائما مع اولادي ان اساعدهم على الوصول الى القرار الصحيح وليس اعطائهم تعليمات او اوامر. انا طولت واخذت اكثر من وقتي ولازم اخرس. لا انا بس تفضلي. وانا رفيق جبران كانت اجوا عدد يدفعات الابنان واللي بشهدون هو الشكوى اللي يبكي عدده، ولكن قدروا عليه من البداية للأسف كان عندنا مضطر تعطوه المايك الثاني. المايك الله يهمي كلامه صار أسرع أسرع. لا سوري ما يجي هذا الألقاب. أنا إذا تطلعوا على الموقع عندي كم من الأوسمة ويمكن 50 لقب إذا مش أكثر، ومئة جائزة إذا مش أكثر، وإلى آخره. وعالي وعين. فكله أنا أحتز به لأنه زادني حماسا للعمل وليس لأرتاح وأرجع إلى وراء أقول أنا وصلت. سامي الجان مستشار تعليم وتعلم اللغة العربية. نحن نقول اللغة العربية تعالج أبنائها. وأنا قد شكوت ومن شكوى لمثل عارف، ولكن تقدر عينا تبدي بالأمس كان هناك مؤتمر في دولة المرة اللغة العربية في خطأ، وكنا نتمنى هناك تحديات الهدف عن تحديات التحديد. فلماذا دكتور سعد الدكتور طلال تعليم في جامعة باللغة الإنجليزية؟ شوفي ستي، أنا أحارب للغة العربية وأحارب لإغنائها. أنا صار لي 5 سنين الآن وهذا قاعد وراكي اسمه رامز. نعمل على جمع كل المحتوى العربي في الدنيا لنحافظ عليه ولنحييه ولنتيحه للطلبة وللباحثين وللعالم الأجنبي. لأنه إذا بتدخلي على الويكيبيديا مثلا تجدي أن المحتوى العربي أولا قليل، ثانيا في أغلبه غير صحيح. بدناش ندخل في التفاصيل، إنما عيب أن تكون اللغة العربية على الويكيبيديا رقم 28. نحن في نهاية هذا العام عندما ننجز المشروع ستصبح اللغة العربية إحدى اللغات الخمس الأولى في العالم، اللغة الثالثة أو الرابعة. إحدى اللغات الخمس الأولى على الإنترنت، على الإنترنت. فأنا مؤمن باللغة العربية. هذا الموضوع الحقيقة حتى جلالة الملك مهتم، جلالة الملك الأردني مهتم جدا بهذا الموضوع، وإحنا نعمل إلى أن يأتي يوم الإطلاق إن شاء الله، وسيصبح تحول تاريخي في موضوع المحتوى العربي. في موضوع اللغة العربية إحنا على الجمعيات المعنية بالإنترنت، ومنها الجمعية المعنية اللجنة المعنية بتعريب بإدخال اللغات على الإنترنت، وما زلنا نحارب لإدخال اللغة العربية لتصبح لغة إنترنت مش لغة موجودة على الإنترنت. يعني تقدر تعملي كل ما تعمليه الآن باللغة الإنجليزية تعمليه باللغة العربية، وإن شاء الله سنصل إلى ذلك. ولكن هذا لا يلغي أني أنا في عالم العمل فيه والتعليم فيه والمعرفة فيه باللغة الإنجليزية أن أتقنها إضافة إلى لغة العربية. أنا دخلت الجامعة الأمريكية يا شباب في بيروت، درست في مدرسة لا تعلم باللغة الإنجليزية اسمها المقاصد. أنا كل حياتي في مدارس مسيحية إلى أن جئت إلى المقاصد الإسلامية في بيروت. درست في الأرثوذكس والبروتستانت ثم المدرسة، ودخلت إلى الجامعة الأمريكية. طلعت من هاي سكول في مدرسة المقاصد تعلم باللغة العربية على الترانسكريبت أوف ريكورد تبعيتي، وموجودة على الموقع أنني اجتزت مادة اللغة الإنجليزية والعربية بالفحص. كان مستواي قدمت اكزامبشن تيست، لم ادخل الكورس 101 و102 بالانجليزي ولا بالعربي لان لغتي كانت افضل. ليش؟ لاني علمت حالي، كنت اشتغل مترجم لاني محتاج فلوس.
اشتغل مترجم في وقت اللي بيلعبوا فيه الناس بالفوتبول وبالمدرسه اكون انا عم بترجم. وهذا الترجمه مع اني كنت كابتن الفريق برضه الفوتبول في 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 الصف في الابتدائي، في الابتدائي كنت كابتن الفريق الفوتبول. بس الفوتبول ايامها كان مجموعه من الكلسات والاشياء نحطها بقلب بعض ونعملها كوره هيك نلعب فيها. المهم انا اؤمن باللغه الانجليزيه لانها لغه إذا أردنا أن نصبح مواطنين عالميين، وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا قلت كل لسان بإنسان أطلب العلم ولو في الصين. فنحن نعلم اللغة الإنجليزية لأني لا أريد الآن فرنسا السنة جعلت اللغة الإنجليزية السنة هلأ بقرار من مجلس النواب الفرنسي إدخال اللغة الإنجليزية في فرنسا بعد تعنت وعصبية بالنسبة للغة الفرنسية. إذا كانت هذه اللغة تفيد مواطني وتفيدني بأن أدخل عالم المعرفة وتفيدني بأن أتفوق فأنا أريد اللغة الإنجليزية. يعني هو كل عصر له لغة، اللغة العربية كانت هي لغة المعرفة في السابق، الآن هي اللغة الإنجليزية. أستاذ طلال أبو غزالي، إحنا شاكرين لك هذا اللقاء الرائع الملهم، وإنت أثبتت لنا مقولة إنه الإنسان هو صانع كل شيء، التكنولوجي وكل شيء آخر، التقدم، السلام، الأمن، المحبة يصنعها الإنسان. فكلما كان في سبل التعامل موجودة للإنسان إنه يحقق طموحه مهما كانت التحديات يستطيع أن يحقق حلمه. وإحنا الوفود اللي مشتركة معنا طول هذا الأسبوع كانت عم تحكي عن أهمية التعايش والمحبة والسلام والتعاون. فشكرا جزيلا لحضورك. والآن اسمح لنا، في عنا درع مؤتمر الشباب العربي الدولي، نتشرف إنه تستلمه ذكرى حتى ضلك أنت تتذكرنا، مش أنا تتذكرك أكيد. هذا سمو الأمير سلمان أعطاني درع الشباب السعودي، هو رأس جمعية لدعم الشباب. فقلت له سيدي أنا شو علاقتي بالشباب؟ قال لي أنت تدعم الشباب.